غادي ناخذ معنا هذه المره للا فاطمه من القنيطره. صباح الخير للا فاطمه. صباح النور، نعم اهلا وسهلا. الحمد لله للا، اختي كيف صلعني كنتي؟ الحمد لله والشكر لله. صلع بي على هذه البنيته اللي من الرباط، اييه للا اختي كتواصل معايا في التليفون، وصلع عندي اللي عطيتي لها كتصوبوا يعني ياك حدقه ما عندي 100 سنه هي صغيره في السن وتبارك الله عليها، ويعني الطلبات اللي كتطلب يعني داكشي راقي نعم الصلاه يعني، وصلع لي كتصوب نعم تبارك الله عليها. خالتي راجلي زوين، بابا فرحان وماما فرحانه يعني. تي انا غنعطيك واحد الشوا ما كانش عندي في البروغرام، ملي سمعت الدجاج في الكوكوط بلا ما غنعطيك الشوا بحال غنشوف العرسات في الزنقه وطريفات في الدار. ناخذ طريفات اللحم على قد الطبله اللي حنا شحال فيها يعني، حيت ما فيش مقادير. كندهنوا الكوكوط بالزبده بوماد، نخش الكوكوط وكل طريفه اللحم كندهنوا بمليحه وزبيده، كنحكوا الزبده بين يدينا وكندهنوا اللحم ايه، وكنستفوا في الكوكوط وكنسدوا الكوكوط والعافيه مهيله، وسيرتو لا كان فاخر حشاكم. نعم نعم يعني راه غايجي اورانج، عمرك شتي لحم اورانج؟ لا عمري ما شتي لحم اورانج. غايجيك اورانج وجربيه اليوم، دخلي في الليل ايه وجربيه وتشكريني عليه ان شاء الله. على الراس والعين لاله. اختي غنعطيك الصلصه غادي تولي تعاوديها لنا لاله فاطمه عافاك، بالنسبه للناس اللي عادوا تحكم ما سمعهم. اها نقبطوا الكوكوط ندهنوا في زبده بوماد وندهنوا اللحم بمليحه والزبده، نغلفوا يعني اللحم مزيان ونسدوا الكوكوط ونقصوا البوطه مهيله ونخليو يعني راه كيجي كيخرشش ومقرمل محمر بحال شويتين في الفراش. ان شاء الله نجربوها هذه، ما يديروا لا مال حتى حاجه يعني غير بدك الزبده على ضمانتي. انا كنوصي العافيه في اي طياب، يا مروزيه يا راسي اي حاجه مهيله، شي غير اللحم فور راه نقصي عليه البوطه غيطيب في نص ساعه، ولا زدتي البوطه غيطيب جوج سوايع وجي من الفوق طايب كيتفرتت ومن الداخل قاصح. نعم اذا كل ما نقصي يعني البوطه يكون احسن. كيما الماده اللي في اللحم ولا في العطريه غتدخل في العظم الداخل. نعم يعني وسيري تفرق تجرب وتبقى تجرب وت نعم. اختي الصلصه اللي قلنا على البارح ايوه الصلصه طلعت كتشوف، نديرها في واحد الكاسرونه ونديروا عليها معلقه كبيره ديال السكر بلاتي لاله فاطمه، نديروها في كاسرونه قلنا ونديروا عليها معلقه السكر الكحل هذاك الاسود البني، معلقه سكر اسود او بني، وندير واحد المعلقه ديال الصلصه ديك الحاره اللي كتبع الفرق ما كانش ديال السودانيه، صلصه حاره غير صلصه عندها واحد لوكو، كنديروا معلقه كبيره الموطارد، معلقه كبيره موطارد ومعلقه صغيره الخل ابيض، ومعلقه صغيره خل ابيض وشويه البزار ما يقويش، ما خاص لوكو البزار يجي فوق العطريه ديجا راه دايرين حنا الحار وشويه البزار ولاني لا ملح لا والو، وكنخليوها فوق النار من تبات غير نحسبو 15 دقيقه، فحنا كنحركو بالمعلقه الخشب صافي، كنحطها تبرد وكنجمع في القرعه فين ما نشوي، ولا نحطو مثلا هاد اللحيمه ولا الدجاج مشوي ولا يعني اي حاجه قطبه غتجي هائله هاد صغار ونغمسو كتجي زوينه اختي. نعم نجربوها. بغيت نعطيك اختي واحد الفقاس رومي وزوين، وانا يعني درتو عاودتو هاد السيمانه، هاد الحلوه كنا كنديروها زمان ويعني وفتقدوها الناس، وغنعطيهم طريقه زوينه. غادي ناخذوا الفقاس وعاد ناخذوا معنا البوتينه من باريس. كناخذوا واحد الخلاط كنديروا في كاس ديال السكر، خلاط غادي نديروا فيه كاس السكر، وكنديروا فيه ثلاثه البيضات وكنضربوا، حنا كن البيضات كنضربوا بحال غنصابوا جينواز، وهذا كنضربوا بكاس ديال الزيت. كاس الزيت نزيدوا معاه كاس البيضات وكاس السكر. حنا ضربنا دابا السكر والبيض ونزيدوا كاس الزيت. نزيدوا كاس الزيت تنكونوا ضربناهم. وحنا كنضربوا كنزيدوا الفاني، نزيدوا الفاني اييه، وكنخويو في البانيو وكنديروا عليه مثلا الطحين والخماره، خماره والطحين، العجينه خفيفه. طحين وخماره يعني الطحين حسب العين ديالنا. العجينه تكون خفيفه، ما كاملش نص كيلو تقريبا يعني، المهم خفيفه ما نبغيش نحدد الطحين باش ما عنديش مشكله. نعم. ويتكور اربعه الكويرات ويتغلف في ميكا ويتحط. يتكور اربعه الكويرات. ونقبطوا نفس الخلاط بلا ما نغسلوه، نديروا نفس المقادير، غنزيدوا جوج معلقات كبار ديال الكاكاو الاسود الممتاز. كاكاو اسود ممتاز. ونخويو من بعد ما نحيدوا هاد المقادير هادي ياك؟ نفس الخلاط بلا ما نغسلوه. ومين نخويو هاد الخليط كنزيدوا فيه معلقه جوج معلقات كبار ديال الكاكاو، كنجمعوا بالطحين وبالخمار وكنديروا اربعه الكوارات كلشي مقاد. كنرشوا البلاصه اللي كنخدموا مثلا بوطاجي ولا الخامه، كنطلقوا الخبزه اوفال. طويله وعريضه. نعم. وكنحطوا فوقها خبزه كحله ثاني كنديروها ونعاودوا بالمدلك بجوج نرقيو تيولي سنتيم ما كاملش. نعم. خاصو يجي رقيق. وكنبرموه بلا بيض بلا ما بلا والو، يتبرم وتستفطى وما يتدهن ما والو.
وتحط في الطاوله واحد 10 دقائق ومن بعد يدير في الفران العافيه من التحت وراه كيتنفخ وكيجي زوين رطب وما يخليوش حتى شي حمار غير يصفر ويخرجوه منين يخرجوه يغطيه بواحد الزويف ويخليوه الغد كنذوبوا الشكلاط وكنشدوا الشيت هذيك ديال السيليكون زوينه باش تخرجوا لك زوين ملس نذوبوا الشكلاط مزيان الممتاز وندهنوه مزيان نديروا قشره غليظه سميكه ديال الشكلاط ونخليوه يبرد ونقطعوه نعم دوائر كيجي غزال وبنين بنين بحال البيش كيجي وديك الزواق ديال الكحل مع البيض نعم يديروا فيه السيدات اللي السما الاول من غير الفاني والشكلاط الكحل نعم والسيدات اللي عندهم من مرتي دخلوا معايا في الواتساب ديالي وغادي نلوحوا لهم ان شاء الله دخلت معايا نلوحوا ليها باش السيدات ياخذوا الفكره عليه اييه ان شاء الله يعني راه زوين وبنين اختي صوبي بقيت تفطر به الصباح ان شاء الله على راسي وعينيا اكيد تبارك الله عليك على كل هاد الوصفات الله يبارك فيك الله يخليك واكيد غنستافدوا حتى انا غندخل معكم ان شاء الله باش نبقاو نشوفوا كاع كاملين الوصفات باذن الله دابا نتصل بك خارج البرنامج ديال فاطمه بسرعه